هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين، معكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. طبعا اليوم رجعنا لكم تحديات جديدة على المسبح، لكن هذه المرة ما راح نسوي تحديات فوق المسبح، راح نسوي تحديات داخل المسبح. طبعا زي ما تشوفون عندنا الضومنة وعندنا الحلقات، هذه راح نسوي تحديات داخل المسبح. اول تحدي عبد الله راح يرمي اربع قطع من هذه وراح احاول يحصلها بنفس واحد. يلا والله صعبة. حط واحدة بالزاوية، لقيت بس ستين. عندي أربعة وبحطهم. عبد الله طالع، ها؟ طالع والله. يلا. جاهز؟ جاهز. يلا. خش بسرعة. ثلاثة. الحين زي ما تشوفون خلصنا التحدي الأول، لكن التحدي الأول عبد الله فاز فيه، فراح يكون في عقاب. وش العقاب؟ عقاب إنك يقوله تعرف ترسم. والله ما أعرف أرسم. إن شاء الله تعرف، ما عليك. أرسم من الطيطة فيه واحد ناقص، واحد اثنين ثلاثة، بسرعة. واحد ناقص. طيب طبعا زي ما تشوفون عندنا صبغتين، أحمر وأزرق. اختار صبغة. بختار أي واحد عادي، ما تفرق. محمد حاول. والله حتى أنا زيك إن شاء الله. والله ما أعرف أرسم. يحطونك ولا؟ يعني لا من الزاوية عشان نقص ورقة صغيرة، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسام. أيوة. إيش هذا محمد؟ هذا إحساس الرسام. كل إحساس الزمن. صور بس. أيوة. خلصنا كذا من النطيطة. هذا النطيطة؟ إيه. صح. هذه تقول النطيطة. اوكي، يعني صار فيها 3D على الخفيف الرسمه. ايوه الحين يا اخي انت تعرفك بالرسم. استاذ الفنيه انا اسف. هذا ادمي راسه كبير. استغفر الله العظيم. شبك مع النطيطه. شبك مع النطيطه. يا شباب بالله اكتبوا بالتعليقات هذه نطيطه وواحد قاعد ينقز ولا لا، خاصه بفرشه. والله اول مره ادير الفرشه. اخبر احنا بالاساسنا. الحين يا شباب جا وقت الجوله الثانيه وعندنا خمس قطع من الضامنه، راح نختار رقم او عبد الله راح يختار رقم، وانا راح احاول اني اطلعه من اللي موجودين. فبطريقه اني اتحسس عليها واني امسكها واحاول اعرف كم الرقم واطلعه. مجموعه محمد، ها؟ اي سبعه. 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 يلا واحد اثنين ثلاثه، مجموع اثنين. مجموع اثنين. اباك ترسم واحد ناقص من السطح على المسبح، وواحد قاعد يتقلب من على المسبح. أيوة. يعني يتقلب على وراه النخل والالعاب اوكي كل شيء رسم والسور. طيب السطح صار اكبر من المسبح. عبد الله اصبر عمي، انت اصبر ما شفت شيء. ايش قاعد تسوي؟ هذا يعني زرع. المسبح وش ذا المسبح اللي بس سطح؟ شباب طلع يعرف يرسم يا شباب. حلو. ايوه شوف ورا رسمت كسر من رسمتي ترى. ها رسمت كسر والله. اسهل؟ اي والله اسهل، لان هذه لازم 3D. بعدين تجيب الادم اللي هو انت دائما تطب الشكل. شوف كذا يعني كذا. هذه مشروع رجول يعني ولا ايش؟ رايك بس؟ والله واحد ها واحد مشقلب على ورا؟ واحد مشقلب على ورا واحد من هنا. هاي حمامه. تخيلها تخيلها. تخيل والله تخيلتها والله. تخيل اللي بالنص. اللي بالنص؟ اللي بالنص. صح عليك. باللي على اليسار اخر واحده. ثلاثة. فالحين جاء وقت التحدي اللي بعده، والكورة راح نوقف فوق هذه المربعات، وهذه المربعات طبعا ما هي ثابتة تتحرك. زي ما تشوفون جبنا لكم السلايم، فالحين راح نحاول نغير لون المسبح بالكمية هذه ونشوف هل راح ينفع او لا.
روح والله صبغت كمل اضبطت واوك تحت يوم كله تحت ما بدك ما بدك تمشي والله جزلك راح نسوي الزحلقه اللي توناها من اول هذا هوب فرنسا عليك كهم اللزوجة اللي هنا حلوة بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين الحين بنجرب هذه المسحوبة بسم الله بشويش ها حبنا بسم الله الرحمن الرحيم تشدت تسحبت افتغرق تكفين اصبري شكل الحين الطيحة يا جماعة يا جماعة الطيحة انبقعد انقطع الراس انقطع يا شباب يا اخي ايش تبون يا اخي كل ما ارجع من المدرسه القاكم خلاص والله تعبت الشباب والله شباب خلاص ايش هذا اللي قاعد تسويه؟ قاعد اسوي رياضة اسمها باركور. انا من زمان والله ودي اتعلم شيء زي كذا لان دائما بالمدرسة يضربوني ويطقطقون علي وما اقدر اسوي شيء لازم اني اهرب منهم. تقدر تعلمني هذا الشيء؟ خلاص اوكي. يعطيك العافية كابتن ما تقصر والله والحمد لله الحين تعلمت والحين أقدر أواجههم إذا جو يتنمرون علي وأقدر أهرب منهم والحمد لله تراجعين البيت واتمنى المطاردة نالت اعجابكم طبعا اقتبست فكرة المطاردة من موقف صار قدامي وطبعا في حلول كثيرة انك تواجه مثل هذه المواقف واهم شيء ما عليك من انتقادات الناس اللي تحبطك دائما اثبت لنفسك وللناس انك الافضل وراح تحاول تسوي اللي تقدر عليه عشان توصل للهدف اللي تبغاه فهنا يا شباب وصلنا نهاية المقطع فاتمنى اذا المقطع اعجابكم لا تحرمونا من دعمكم فمان الله دقيقة يا واحد